لا يا أولى محطاتنا لليوم مع عالم الصحة، ورح نحكي عن تشحم الكبد يلي هو من أكثر الأمراض شيوعا بالكبد، ويعني تراكم الدهون الثلاثية وأنواع أخرى من الدهون في الكبد. وقد أكد بحث طبي جديد أن الإفراط بتناول الأطعمة يلي بتكتر فيها السعرات الحرارية، هذا الشيء بيسبب الإصابة بمرض تشحم الكبد، وذلك كنتيجة لعدم قدرة الكبد على أن يقوم بتصريف الكربوهيدرات والدهون الزائدة بالجسم. شو هو تشحم الكبد وشو أسبابه وشو علاجه؟ أكيد وأسئلة أيضا كثيرة رح يجاوبنا عنها الدكتور زياد زهدي، دكتورنا الدائم. صباح الخير، يسعد أهلا صباحك، وسهلا يسعد فيك صباحك دكتور. ليا، صباح صباح النور الخير، سالي. يسعد صباحك دكتور. بداية نحن مثل ما حكينا بالمقدمة عن تشحم الكبد، هذا الشيء اللي صاير كتير منتشر، خلينا نحكي عنه بشكل عام. عن الكبد سالي عضو كتير مهم، هو مسؤول عن كتير أمور. أول شيء مسؤول عن تصفية، يعني هو مصفاية الجسم. عندنا عضوين كتير مهمين هن الكبد والكلية. أكتر الأدوية سالي عن طريق الكبد والكلية تستقلب وتطرح، عشان هيك كتير مهم يكون بصحة جيدة. الأكل، السكريات كنت عم تقولي سالي، بتتحول لجلايكوجين، بتتخزن بالكبد. هلا إذا كان عندنا، لأنه وقت يحتاج الجسم ترجع بتتحرر وبتنطرح على شكل سكريات. إذا صار في عندنا مخزون زائد من السكريات أو من الدهون، رح يصير في عندنا شحوم بقلب الخلايا الكبدية وتكبر حجم الخلايا الكبدية، ويصير عندنا شيء اسمه تشحم كبدي بسموه فاتي ليفر ديزيز. هاي شغله شائعه ومعروفه. هلا نحن بهالمرحله، لسه هاي المرحله عكوسه، يعني اذا بدينا بالعلاج بهالمرحله هي نقدر كثير نساعد مرضانا انه ما يصير في عندنا مشاكل مستقبليه. اما اذا ما بدينا بالعلاج بهالمرحله هي، المشكله انه نحن ما عندنا اعراض، الاعراض كثير فقيره. شو ممكن يصير؟ ممكن يصير تعب، ممكن يصير ازعاج خاصه بهالمنطقه هي. نحن نعرف الكبد بالبطن، بالجزء الاعلى من البطن بهالمنطقه هي. ممكن من رد صغير يصير في عنا بسموه اكيموز، يعني بصير في عنا مثل زروقات، بقع زرقاويه، لانه الكبد بيفرز ماده مسؤوله عن التخثر. هلا بصير في عنا مشكله بتميع الدم، بصير من رد صغير بنلاقي بقع الجسم وصار مزرق باماكن كثير. اوقات بصير في عندنا اصفرار بلون البشره، بلون العينين، بيغمق لون البول. بس الاعراض مو كلها موجوده عند كل شخص معرض انه يصير معه تشحم بالكبد. لازم نحن نبحث عن تشخيص. ولا بنحكي كيف بنشخص تشحم الكبد؟ تمام دكتور، بس خلينا نعرف شو هي الفئات العمرية، أو ذكر ولا أنثى، أي أكثر حدا بيكون عرضة أكثر لتشحم الكبد؟ تمام، ليا تشحم الكبد مثل زيادة الوزن عرض صار شائع بسبب تغير نمط حياتنا. لسوء الحظ صرنا عم ناكل أكلات جاهزة أكثر، فيها سعرات حرورية أكثر، عم نتحرك أقل، صار عم يزيد وزننا أكثر، وبالتالي صار في عنا استعداد. ومن أعمار صغيرة كنا أول شيء نقول عند بعد الأربعين، بعد الخمسة وثلاثين، يصير هلا عم نشوفه عند شباب وعند صبايا. كل شخص عنده زيادة وزن، كل شخص بعائلته في سكري، لازم نفكر بموضوع في شيء اسمه التنازل الاستقلابي. شو هو التنازل الاستقلابي؟ يعني إذا حدا مثلا، أي سيدة جابت ولد وزنه عند الولادة 4 كيلو وما فوق، عند اي حدا بعائلته مثل ما قلنا في سكري، هلا بيقولوا السكري جاني على زعل، السكري جاني على رعبه، شو ما كان شو ما كان منشأه شو ما كان سببه، هذا ما بيغير من الخطه. اذا نحن عم، يعني حدا عم في عنده، عملنا تحاليل لقينا في عنا مثلا احد وظائف الكبد عاليه شوي، لازم نتوجه للتشخيص. معناتها نحن الفئات العمريه، البنات او الذكور او الاناث متساويه، هي شغله.
وغالبا هي بعد ال 35 40، بس عم نشوف هلا باعمار باكره اكثر. نعم، يعني يا دكتور مثل ما حكيت حضرتك انه الاكل كثير له دور طبعا في موضوع او مرض تشحم الكبد، حتى الكحول، يعني كمان الكحول هو يعتبر مثله مثل اي اكله دسمه، صحيح؟ يعني تماما. لاي مدى هذا الحديث صحيح انه الكحول كثير بيؤدي مو بس للتشحم وللتشمع مثل ما نحن بنعرف؟ الكحول شغلة كتير سيئة على الكبد. نحنا إذا كان في عنا استعداد الكحول بفاقم الحالة أكتر، هي كتير شغلة مهمة إنه نحنا نحكي عن موضوع الكحول. نقول دائما إنه في أدوية معينة بدنا نتجنبها، والكحول إذا حدا عنده تشحم أو عنده استعداد، لأنه التشحم سالي بيبدأ بشيء اسمه تشحم، بعدين بيتحول لتشمع. نعم. وحتى ما بنخوف نحن مشاهدينا، بس سرطانات الكبد الشائعة أكثر عند الناس اللي عندهم تشحم كبدي. إذا التشحم تطور لتشمع ممكن يصير في عنا سرطانات بالكبد. نعم. وهي الشغلة كتير مهمة. نعم. لازم نحن وقتها هون ندور، يعني إذا حدا عنده مشاكين، نحن الحقيقة الأعراض مانا كافية، لازم ندور على التشخيص. التشخيص نعمل إيكو للبطن وموجه على الكبد، بنلاقي نحن في عنا ضخامه بحجم الكبد. حتى بالفحص السريري بنلاقي في عنا انه بسميه ايباتوميجالي، يعني في عنا ضخامه بحجم الكبد. بنعمل وظائف الكبد اللي هي الجي بي تي، الجي او تي، جاما جي تي، بنلاقيها مرتفعه. ممكن الايكو لحاله ما يكون كافي، نعمل شيء اسمه طبقي محوري للكبد، او حتى مرنان ام ار اي للكبد، وهي كتير ضرورية. أوقات بنحتاج لشيء اسمه خزعة للكبد، ونفوت بخزعة موجهة بالإيكو، ونفوت على الكبد وناخد خزعة ونعمل منها تشريح تحليل لنعرف طبيعة الخلايا يلي مصابة نعرف يعني ماهية الإصابة تماما، ونأكد تشخيص تشحم الكبدي أو الحالة اللي هي أعلى، لأنه في شيء اسمه مثل ما قلنا تشحم، وفي شيء اسمه التهاب كبد تشحمي. كثير هي شغله مهمه، يعني ما بدنا بس انه نقول تشحم، في عنا حاله اهم منا واخطر منا. التشحم هو قابل عكوس وقابل للتراجع اذا بدينا بالمعالجه، بس التهاب الكبد التشحمي هي حاله غير عكوسه واصعب صارت، وهي لا ناجمه عن التهاب كبد. نحن في عنا التهابات الكبد، هي ما ناجمة. التهاب الكبد هون ما هو التهاب كبد فيروسي، هو التهاب كبد بسبب التشحم ناتج. نعم. ناتج عن تشحم الكبد. نعم دكتور، ما بعد الكشف على تشحم الكبد شو هي الخطوات الأولى يلي بيتبعها الدكتور وأيضا المريض؟ يعني أكيد المريض بيدخل بحمية غذائية كتير كبيرة، وأيضا الدكتور بيمارس سلطته لحتى يعالج هيدا الشيء، يعني اثنيناتهم يمكن تماماً لازم يكونوا بنفس سوية المعالجة. تماماً. نحن كتير مهم ليا انه نغير نمط حياتنا، وتغيير نمط الحياة يكون بشكل تدريجي. في ناس بيعملوا حميات لفترة معينة وبيرجعوا، بعدين بيرجعوا، هي ما حل، لانه الشغلة يعني دائما بدنا نغير. ونحن حتى نعلم اولادنا، ودائما نحكي بمساحتنا الطبية قديش مهم نمط حياتنا، قديش مهم نكتر خضار طازجة، فواكه طازجة، ما نوع عصير، حتى عصير لي عصير الفواكه الطازج ما نوع منصوح فيه، لأنه مركز صار هون السكر. بدل ما حتى نعصر كباية برتقان بدنا 5 برتقانات من الألياف تبعنا. الألياف كتير مهمة، بدنا ناكل البرتقانة كاملة، ناكل التفاحة بقشرة، ناكل النجاسة بقشرة، هي كتير مهمة. حتى مثلا هلأ الخيار البلدي الموجود ما نقشره، الألياف كتير مهمة. وقت بيجوني على عيادة وحاملين ظروف أو حاملين أدوية بقلبها إنه في ألياف، نحن الألياف موجودة بالخضار تبعنا، والنظام الغذائي تبع البحر الأبيض المتوسط هو النظام الصحي المعتمد عالميا قد ما هو جيد. يعني مثلا التبولة قديش ظريفة ناكلها مع الخس، مع الملفوف، نعمل محاشي يالونجي من الورق العنب، من السلق، من الكوسة، من البتنجان، كله هلأ بالصيف موجود بشكل بلدي، مانو بلاستيكي وغني جدا بالالياف، كثير بيساعدنا. هي اول شغله. الشغله الثانيه نعمل نص ساعه مشي على المقلي. السباحه اللي عندهم زياده وزن كثير مهمه، لانه زياده الوزن تضغط على
عمود الفقري على المفاصل، ما فيهم يمشوا. السباحة المي بتحمل جسمنا، ما عاد بصير في ضغط على المفاصل، نقدر نعمل نص ساعة لو ما بنعرف نسبح نتعلم السباحة. يعني كثير مهمة السباحة. هي شغلة بدنا نمتنع عن الكحول لأنه كثير بيكون هون مؤذي. في بعض الأدوية يلي استقلابها كبدي، هون بدنا نشوف طبيبنا كمان يبعدنا عنها. هلا في بعض الأدوية الممكن نعطيها، ونحن ما بنقول دائما أسماء التجارية، بنقول شو هي التركيبة العلمي، الميتفورمين ما عم بقولها هلا لأنه في بعض الأدوية بالسوق موجودة باسم ميتفورمين. أنا هون عم أقول تركيبة ميتفورمين كتير بتساعدنا، بس حتى ما نصير ناخدها بدون وصفة طبية ومساعدة يعني ومتابعة من قبل طبيبنا. نعم دكتور، بدنا نشوف شو هي الأطعمة يلي لازم نبتعد عنها حتى لو ما كان في مرض، يعني إنه أو ناكلها بنسب معينة. مثلا البيض، مثلا بيقولوا إنه البيض كترته بتأثر شوي على الكبد، هيك يقال يعني انه اذا الرياضيين احيانا بياكلوا اكثر من وحده فبتتجاوز العشرة تماما. يعني هلا سالي الرياضيين بيعملوا جهد كثير كبير تماما بيحرقوا. نحن بدنا نوجه يعني اللي عم نقوله لكل مشاهدينا تماماً. بشكل عام هلا اذا اكل بيضه يوم ايه يوم لا ما في عنا مشكله. نحن بدنا نحاول نركز على بنسميها الدسم غير المشبعه، هلا حتى نبسط لمشاهدينا. موجوده بكل شيء من منشا نباتي، مثلا زيت الزيتون في حمض بس باعتدال، طبعا زيت الزيتون في حمض دسمه غير مشبعه، كل الزيوت النباتيه، المكسرات النيه فيها حمض دسمه غير مشبعه كثير بتساعدنا، الجوز، اللوز، ما بدنا كمية اربع خمس جوزات، اربع خمس لوزات بس ني، ما بدنا هون مجرد ما احنا نتملح ونشوه راحت الفوائد تبعهم. الأفوكا كتير ظريف، يعني نحن الأفوكاتو بيقولوا له كتير هذا كمان غني بالحموض الدسمة غير المشبعة، هي بتساعدنا. بدنا نبعد عن كل شيء اسمه عصائر، مثل ما قلنا ناكل فواكه باعتدال، نشرب مي كتير لو ما نعطشانين، بقول دائما السوائل هي المي، مثلا عصير البندورة الطازج بالصيف هلا وخصة وقت يكون كتير ظريف غني بالفيتامينات وبالمعادن اللي بدنا اياها، وخاصه وقت نتعرق زياده بدنا نعوض بسوائل، بس مو سوائل غنيه بالسكر. المشروبات الغازيه والمشروبات حتى العصائر الجاهزه، نحن كنا عم نقول قبل شوي حتى العصائر الطبيعيه ما بدنا اياها، كيف العصائر الجاهزه ما بدنا اياها؟ نعود اولادنا دائما انه ياكلوا فواكه طازجه. هلا الناس الكبار بالعمر يلي شهيتهم للاكل قليله هون غير وضع، بنقول لهم معلش بنسمح لهم بالعصائر الطازجه، بس هون عم نحكي عن تشحم الكبد، عم نقول عن الناس يلي عندهم استعداد لزياده الوزن، يلي عندهم حتى بالعيله اوقات بيصير هبوط سكر، لانه هبوط السكر وارتفاعه هن وجهين لعمله واحده. نعم يلي بيصير عندهم هبوط سكر مثل بيصير عندهم ارتفاع سكر. نعم دكتور، طب اذا اتبعنا الحميه الغذائيه الصحيحه واخذنا ادويه بشكل منتظم ولكن الحاله حاله تشحم الكبد ما لقت نتيجه او صارت تتفاقم، هون شو هي الاجراءات يلي بتتخذوها او لحتى ما يتطور هيدا المرض؟ نحن اذا في عندنا حاله مترقيه وما عم ينزل الوزن وفي عندنا امور ثانيه، اوقات بنلجا حتى للعمل الجراحي مثلا طي المعده او تحويل المسار لحتى انه ينزل الوزن، لانه بيكون في خطوره هون. لانه نحن بنلاقي في متلازمه، مو بس في عندنا تشحم كبدي، بنلاقي في عندنا ارتفاع بالتوتر الشرياني، ارتفاع بالشحوم الثلاثيه، ارتفاع بالكوليسترول السيء اللي بنسميه ال دي ال، بيكون ال اتش دي ال الكوليسترول الجيد منخفض عن القيمه الطبيعيه، كل هالامور هي بنسميها انه عوامل خطوره بتكون موجوده عند هالشخص، وحتى نحميه نلجأ إذا ما مشي الحال. هلأ أوقات إعطاء الفيتامين إي ممكن يساعدنا مع النظام الغذائي ومع بس إذا ما مشي الحال بكل هي ممكن نلجأ نحن لعمل جراحي. نعم. طبعا بده يكون بتوجيه من طبيب الغدد والسكري. نعم دكتور، نحن حكينا عن الأطعمة اللي لازم الواحد يبتعد شوي عنها وعن الأطعمة اللي لازم يكتر منها مثل الفواكه الخضرة. الفيتامينات اللي بتجي بحبوب، هل هي تعوض عن هدول الاشياء ولا لا شيء يعوض عن الشيء الطبيعي؟ ما في شيء بيعوض عن الشيء الطبيعي سالي، كثير مهم نحن دائما
يعني نمط حياتنا يكون صحي واكلنا تمام يكون دكتور، بس صحي. في منهم مثلا في نساء او كذا ما بيحبوا ياكلوا فواكه او بينسوا هيدي الشغله كمان، فبيستعيدوا عنا بالحبوب، فلازم مثل ما قلت هلا نحن نوجه لهم هذا الحديث اللي حضرتك حكيته. شو بدي اقول لك سالي، بيجي لعندي اوقات حاملين اكياس ادويه، تمام، شي فيها انه الياف مثل ما عم نحكي، شي فيها ظروف انه مشان الامساك. الامساك اذا بصير عند حدا يعني بعده بسن النشاط، الامساك صار واحد عند كبير بالعمر ما عم يقدر يتحرك، بنقدر نساعده ببعض الادويه، بس نحن الالياف كثير بتساعدنا، مو بس مشان ننزل وزننا، حتى سرطانات الكولون، يعني البوليبات اللي بتصير ممكن تتحول لسرطانات، لانه الالياف هي مثل بتكنس بتنظف الامعاء والمعاء الدقيقه والغليظه. بقى نحن كثير مهم نمط حياتنا يكون صحي، يكون فيه خضار وفواكه طازجة، ويكون فيه ألياف منيح، ونشرب مي كتير لو ما نعطشانين، نحط قدامنا كباية مي وناخد لو إنه كل نص ساعة نص كاسة مي، هي كتير شغلة مهمة، ما بدنا نشعر بالعطش، وقت نشعر بالعطش الحالة ترقت أكتر. نعم دكتور، قد ايه نسبة تشحم الكبد بسوريا؟ قد ايه في عنا نسب؟ بما انه حضرتك ذكرت انه عم تبلش باعمار صغيرة، في نسبة عالية معنا؟ لا يا، نحن ما عنا احصائيات لسوء الحظ، بس عم نقول حوالي 20% من الناس معهم تشحم كبدي. نعم. وهي الشغلة بسبب تغير نمط حياتنا للأسوأ، مثل ما قلنا انه عم ناكل اكلات جاهزة اكثر، الفاست فود ما حكينا عليه سيء جدا، البتنجانة إذا أكلناها مشوية فيها 50 سعرة حرورية، إذا قليناها صار فيها 500 سعرة حرورية، انضربت بعشرة. دكتور أنا بس أكلت كيس شيبس، أنا بس أكلت صحن بطاطا مقلي صغير، هالبطاطا البطاطاية نحن بنغسلها بقشرة بنقطعها قطع سميكة بنحطها بالفرن مشوية، طعمتها مثل البطاطا المقلية بالطعمة، وبنفس الوقت ما في سعرات حرورية فيها زيادة. يعني بدنا نعرف نحن كيف نعمل وننكه، ما نحط مكعبات، يحطوا كثير مكعبات ما رح نقول شو اسمائها مشان تنكه، هي كلها عبارة عن دسم يا من الدجاج يا من البقر، هي وبيحطوا لها ملح وبهارات ومواد حافظة كثير مؤذية. بدنا نبعد عن كل شيء اسمه معلبات، كل انواع المعلبات كثير غنية بالمواد الحافظة بالشغلات الدسمة. الاجبان بدنا ناخذ الاجبان يلي البلدية، ما بدنا ناخذ الاجبان اللي بالعلب مدورة او علب مربعة او الاجبان المطبوخة، الاشقوان وما هي كثير سيئة، بنعتمد على الاجبان البيضة. نعم. ناخذ لبن، ناخذ لبنة، هي نحن بالبيت نساويها، كثير شغلة مهمة. تمام دكتور، في حال صار في اهمال مو بس بالنظام الغذائي، صار في اهمال بالمعالجة، يعني اكتشف انه في شيء انه في تشحم وصار في اهمال بالمعالجه، لشو بيؤدي؟ نحن كنا عم نقول سالي انه التشحم هو حاله عكوسه، اذا نحن بدينا فيها وعالجناها بتتراجع وما بيكون في اي اذيه كبديه. نعم. اذا نحن التشحم تحول لشيء اسمه التهاب كبد تشحمي، هون صارت الامور اخطر. نعم. وصار في عنا مثل ما قلنا الكبد هو مسؤول عن مثلا بيفرز بروتينات مسؤوله عن تخثر الدم، بصير الدم ما عاد يتخسر بالشكل الطبيعي، بصير في عنا نزوفات، اوقات بصير في عنا تليف بالكبد وحتى تشمع بالكبد، ويمكن بعيد الشر سرطانات بالكبد، معناتها حاله خطيره بتصير كثير بتتطور بشكل كثير سلبي، معناتها احنا لازم كثير يكون عنا وعي. نعم. وكل مين عم يشوفنا عبر الاخباريه كانه نعم. يحاول من زاويتنا الطبية ياخذ الشغلات المفيدة اللي دائما بنركز عليها. سؤال أخير، معك معنا وقت للعادة. إذا حدا عنده تشحم كبد من النساء وهي صارت حامل، هذا الشيء كمان خطر؟ هلا الحمل بحد ذاته ما له خطورة، الحمل هو عبء إضافي على السيدة، بس بدنا نتبع نحن بفكروا الحوامل لازم ياكلوا قد اثنين، الحكي ما له مزبوط، بدنا نكتر خضار كثير بأكلنا، هي شغلة كتير مهمة، ونتحرك نكون ما نشرب عصائر، هي كتير شغلة هامة، بس يكون نظامنا الغذائي صحي حتى لو كان في حمل، الحمل شغلة إيجابية
وتكون نظامنا الغذائي صحي. دكتور زياد، نصايح كثيرة ومعلومات جديدة فدتنا وفت مشاهدينا فيها، بدنا نتشكرك على وجودك معنا وخصوص اليوم بهذا الموضوع يلي في كثير ناس غفلانين عنه. نحن بنتشكر وجودك وان شاء الله نكون بمواضيع تانية مع بعض. شكرا سالي، وشكرا ليا، وشكرا للإخبارية. شكرا لك دكتور. اهلا وسهلا فيك.